أين وعودكم للمرأة بالعالم القروي والجبلي؟ أين وعودكم للنساء التعليم ورجاله؟ أين وعودكم للفلاح الصغير بالدعم المباشر؟ أين 1000 درهم مدخول الكرامة اللي وعدتوا به الناس أكبر من 65 سنة؟ أين هي حق العالم القروي والعدالة المجالية؟ لماذا لا يستفيد العالم القروي والدواوير بالعالم القروي؟ بمعنى نعيش أزمة، نعيش أزمة في هذه الحكومة. ما أحوجنا إلى فريق حكومي يساير فريقنا الوطني في الإيقاع والأداء والانسجام، القادر على إدخال البهجة والفرحة للمواطنين المغاربة. اليوم أزيد من 54 مدينة مهددة بالعطش، مراكش وجدة نموذج، الماء ديال واد تنسيفت راه كيضيع ومراكش تعيش أزمة العطش. وانت هنا من هذا المنبر اعلنت ان 40% كتضيع في السواقي، في حاجه الى اعاده الترشيد. بمعنى هذا الشيء اللي كنصدروه للخارج، يلا 25% اللي كتسقى من الماء ديال سيدي ربي، الله يسقينا الشتاء خيتا نافعا يا رب العالمين. انا عروبي والتسوسي والحمد لله، راه سوا ساعدنا يبيع ويشريو تما، والعروبيه عندنا ثاني يخدموا عندكم تما في سوس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي وسلم على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا. السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، السادة الوزراء، السادة النواب الأفاضل، في البدء نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرياضي الأول بالفوز على المنتخب البرتغالي وبلوغ منتخبنا المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق. هو انتصار عربي أمازيغي إفريقي لإفريقيا، وتأكيد راسخ على معادلة رابح رابح التي وضعها جلالته في التعامل مع إفريقيا. نعم، ربح المغرب التأهل للمربع الذهبي، وربحت إفريقيا بطاقات إضافية لعبور منتخباتها إلى الدور المقبل، وهذه تمر من ثمار سياسة جلالته الحكيمة في التعاون مع دول إفريقيا برمتها. وكما أصبح لنا منتخب وطني بمدرب كفء، نحن في حاجة إلى فريق حكومي بمدرب كفء. السيد الرئيس المحترم، المغرب اليوم يواجه أزمة المياه غير مسبوقة منذ عقود، فنسبة تغطية السدود نزلت من 47% ل 9.7%، وتراجع بنسبة ديال 89% من 17 مليار متر مكعب كاحتياطي، اليوم نحن أمام 714 مليون متر مكعب، ونسجل تراجع للتساقطات الثلجية بنسبة يفوق 89% في عهد حكومتكم. بمعنى نعيش أزمة، نعيش أزمة في هذه الحكومة. الدراسات السيد الرئيس تؤكد أن 80% من الفرشة المائية مهددة بالمغرب، والتقارير أيضا تؤكد أننا نسير نحو العين الواكحة والروبيني المسدود. أنا عروبي والتسوسي والحمد لله، راه سوا ساعدنا يبيعوا ويشريوا تما، والعروبية عندنا ثاني يخدموا عندكم تما في سوس. الآن راه مازال 13,000 دوار السيد الوزير، 13,000 دوار من أصل 47,000 دوار اللي استهدفتوها أن يكون عندها الربط الماء الصالح للشرب، مازال ما وصلهاش الماء. النسبة ديال 98% اللي قدمته السيد الوزير نسبة خاطئة، هذيك النسبة ماشي هي الربط ديال العداد، الماء والروبيني اللي كيتربط عند المواطن في العالم القروي وفي الدوار ديالو وفي الخيمة ديالو، هذيك 98 هي مرتبطة بالشبكة ديال الماء اللي واصلة للعالم القروي. أما العداد الفردي لازلنا لم نصل ولم نتعدى العتبة ديال 43%، وراجع في ذلك التقارير سيد الرئيس المحترم. 1960 كانت الحصة ديال المغربي 2500 متر مكعب من الماء، 2019 نزلنا ل 650 متر مكعب، ومحتمل أن نصل في 2030 إلى أقل من 400 متر مكعب للفرد. رقم مرعب ومزلزل سيد الرئيس، رقم مرعب ومزلزل. ونسائلكم، أي حل تقدمه حكومتكم لحل هذه المعضلات التي يعاني منها قطاع الماء في المغرب؟ ربما سنتحدث عن حملات تحسيس،
بكل أسف السيد الرئيس المحترم، حملات التحسيس كلها فاشلة، لأنها لا تستهدف المعاناة التي يعانيها الفلاح في العالم القروي، وتعانيها المرأة في الجبل اللي كتقطع 15 الكيلومترات باش تجيب المال الكسيبة ديالها وتجيبوا الوليدات ديالها. اليوم أزيد من 54 مدينة مهددة بالعطش، مراكش وجد نموذج، الماء ديال الواد تنسيفت راه كيضيع ومراكش تعيش أزمة العطش. علاش وصلنا لهذه الأزمة السيد الرئيس المحترم؟ تصور معايا أن كيلو ديال لافوكا حسب الدراسة ديال منظمة البصمة المائية بهولندا تياكل من 1000 حتى 2000 لتر ديال الماء، يطرو كيلو ديال لافوكا فيه 4 ريوس ديال لافوكا تيضرب 1000 حتى 2000 يطرو. إلا حسبنا دابا واش دوار غادي يكفيه 2000 يطرو كيمشي لنا في كيلو ديال لافوكا. هاد الناس هادو اللي واخدين الهكتارات وكيزرعوها وكياخذوا الدعم وكيبيعوها بالملايير وما كيخلصوش درهم ديال الضريبه عليها، والفلاح الصغير جالس الماء تيضيع وكيتحسب عليه وكيخلصوا بالسوم الغالي. لابد من مراجعه ديال هذه السياسه ديال دعم الزراعات الفلاحيه السقويه اللي كتستهلك الفرشه المائيه، وإلا كان لابد من الاستمرار فيها ديروا التدريب عليها. السيد الوزير، السيد رئيس الحكومه، ديروا التدريب على هذه الفلاحه اللي كدينا الثروه المائيه ديالنا وكتستنزفها وكتبدرها. دابا انت كنتي مسؤول على هذا القطاع الازيد من 15 سنه السيد الوزير، السيد الرئيس الحكومه كنتي مسؤول على هذا القطاع ديال الفلاحه الازيد من 15 سنه، فين غادي؟ فين غادي والفرشه المائيه ديالنا مهدده بانخفاض ديال 80%؟ فين غادي 80% من الساكنه ديال المدن الماء ديالها تيجي من السدود، مليون هكتار تتسقى من السدود، 75% من المنتجات الفلاحيه كتسقى من السدود، بمعنى هذا الشيء اللي كنصدروه للخارج يلا 25% اللي كتسقى من الماء ديال سيدي ربي، الله يسقينا الشتاء خيتا نافعا يا رب العالمين، و 75% كتمشي من الفرشه المائيه ديالنا وكتصدر الخارج. حصر المياه في السدود سيد الوزير، هذا هو مشكل كبير، هو المشكل ديال التبخر، 50% ديال المياه ديال السدود كتبخر، والسد ديال يوسف بن تشافي راه انت كتعرفيه، يوسف بن تشافي اللي هو التلميذ ديال الشيخ الوقاق، الله ينفعنا وينفعك بالبركه ديالو، هذا السد هذا اللي التبخر قضى عليه، علاش ما تفكروش في الكرات ديال الظل اللي هو نموذج تم التطبيق ديالو في دول متقدمه وكي ينهي هذه العمليه ديال التبخر. هناك الظاهره ديال التوحل ايضا اللي كتعطينا ارقام خاطئه حول الملء ديال النسبه ديال السدود. تصور معي السيد الرئيس ان كيلومتر واحد مربع راه كيتجمع فيه في كل سنه 2000 طن ديال الاوحال، بالتالي الاحصائيات اللي كتقدم لنا حول ملء السدود فهي مغلوطه. اين ثروتنا المائيه؟ هذا الجواب انا غادي نجاوب السيد الرئيس، مشات في التبخر وفي التوحل وفي التصدير وفي السقي الغير مقنن وفي المياه ديال الفيضانات التي لا يتم تجميعها وإعادة توزيعها وفق نظرية التقائية تجمع بين السياسة ديال السدود وتحلية المياه ديال البحر والربط بين الأحواض المائية. السيد الرئيس، أزيد من 20 سد تنتظر الانجاز و130 سد تلي، وهناك 900 دراسه سد تقومون بدراستها، نسائلكم السدود الصغرى والتليه 900 اين وصلت دراستها؟ محطات تحليه مياه البحر هناك مشكل، اين هي دراسه المخاطر ديال محطات تحليه البحر؟ اين هي دراسه آثار المخاطر ديال محطات تحلية البحر اللي كتنتج لنا عدد كبير من الملح اللي كيرجع للبحر وتيقتل لنا الثروة السمكية؟ واش ما كتفكروش معنا السيد رئيس الحكومة أن تكون واحد شركة جديدة اللي تقوم بالاستثمار والإنتاج والاستغلال لهذا الملح اللي كتخرج من المياه ديال محطات تحلية البحر؟ إذا لابد من هذه النظرية الالتقائية. السيد الوزير، نسائلكم أين هي وكالة التسيير المندمج للموارد المائية التي نادى بها النموذج التنموي الجديد؟ أين هو البرنامج الوطني لمواجهة المخاطر الفيضانات ومياه الأمطار الرعدية؟ في حاجة السيد الوزير إلى سياسة حكومية تقدم وترشد شبكات السقي والري الفلاحي. الماء كيضيع السيد الوزير في السواقي، والقواضيات ديال المعدن راهم كيطلقوا 30 وتيقول الفلاح خلص 30 والفلاح واصله على 15، وانت هنا من هذا المنبر اعلنت ان 40% كتضيع في السواقي. في حاجه الى اعاده ترشيد لهذه المياه المرتبطه
السقي. السيد الوزير، استعمال المياه العديمة، هنا شوف فيا الله يرحم الوالدين السيد الرئيس، ها بوجور ديالك الله يرحم ليك. هاد نشيد بما أنجز من محطات لتدوير المياه العديمة بأكادير والرباط وفنادق وتطوان ومرتيل وطنجة ومراكش، وإعادة استعمالها في السقي للمساحات الخضراء والغولف. لكن السيد الرئيس، أين هي حق العالم القروي والعدالة المجالية؟ لماذا لا يستفيد العالم القروي والدواوير بالعالم القروي من المحطات، من المحطات ديال إعادة التدوير؟ لماذا لا يستفيدون من الشبكات ديال التطهير السائل واستعمال هذه المياه ديال التطهير السائل في السقي على غرار ما يستعمل في المساحات الخضراء والغولفات؟ هل فكرت الحكومة في وضع مخطط تشريعي لتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحد المتعلقة بالماء للحد من التدخلات القطاعية؟ هل أبدعت الحكومة برنامج للحد من آثار الفيضانات والأمطار الموسمية والرعدية؟ ومتى تفكر الحكومة في إحداث وكالة تتمين المياه الثلجية والجبلية؟ متى تعلن حكومتكم عن إحداث وكالة تنمية الجبل وتتمين مياه جبال الريف والأطلس الكبير والصغير والمتوسط؟ ونحن نستحضر أهمية الواحات كثروة طبيعية وموروث ثقافي وإيكولوجي يستحق الحماية والتتمين. هل قمتم بالعمل على مخرجات توصيات الندوة الدولية حول الواحات المنعقد مؤخرا بأسا الزاق؟ نسائلكم عن نصيب مدن الجنوب الشرقي والشرق من هذا البرنامج والاستراتيجيات المائية التي تسطرها. أين وعودكم للمرأة بالعالم القروي والجبلي؟ أين وعودكم للنساء التعليم ورجاله؟ أين وعودكم للفلاح الصغير بالدعم المباشر؟ أين 1000 درهم مدخول كرامة اللي وعدتوا به الناس أكبر من 65 سنة؟ ما أحوجنا إلى فريق حكومي يساير فريقنا الوطني في الإيقاع والأداء والانسجام، القادر على إدخال البهجة والفرحة للمواطنين المغاربة اقتصادياً واجتماعياً. وفي هذا الشيء غادي نديروا النية وغادي نقول لك السيد الوزير، السيد الرئيس المحترم، سير 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 سير. وقول سير سير هي تقدم. أيها المنتخب الوطني، لست وحدك، نحن معك ملكا وشعبا، وألطاف الله وأكف أمهات تدعو أطراف الليل وأناء النهار. يا رب يربح منتخب الساجدين المرضيين الحامدين الشاكرين، منتخب أمير المؤمنين، منتخب الأمة المغربية والعربية والأمازيغية والإفريقية والمسلمين أجمعين، منتخب قيم الإسلام المغربي المعتدل، منتخب التضامن والتآزر الأمازيغي العربي الإفريقي الإسلامي ودول الجنوب. وكيف لا وهو يلعب على مرمى حجر من بيت القدس، ويلعب على مرمى حجر من الكعبة المشرفة، وعلى مرمى حجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرى فرحة أمته ومن تكن برسول الله عصمته نصرته إذ تلقه الأسد في إجامها تجيمي. وشكرا سيد الرئيس المحترم، شكرا سيد الحكومة.